كتيرة يعني. بس اتفضل بقى فنان. عايزين نتفق على مبدئين، الشيء اللي هتاخدوه احتمال تكونوا بتعرفوه 100% واحتمال 90% ما بتعرفوش. بس نتفق ان اذا بتاخد ثقافة مباشر لدين اخر، حاول تفكر باسلوب، ما تفكرش بعقيدتك، عشان هيبقى فيه احتمال تناقض، احتمال مشابه. ده مش القضية عندي، المهم تفكر بأسلوب الآخر على إن يكون هو بيفكر إزاي وبيدي المسج بتاعه أو الرسالة بتاعته. فالنقطة الأولى بفضل بنقول فن مقدس، وفي فن ديني، في فرق كبير بين المصطلحين. اللفظة بتقول فن ديني كل ما هو يرتبط بالدين، بالذات اللي إحنا فيه ده الدين المسيحي. لكن الفن المقدس بياخد صبغة مختلفة شوية، ان بيكون في قدسية للعمل. اذا يختلف عن الفن الديني، مثلا ميكيلانجلو فن ديني لكن ما بيعتبرش فن مقدس بالنسبة للعالم اللي احنا هندخل فيه دلوقتي. فده مصطلح مهم، هتلاقوا بعد شوية المدارس ده ستايل او اسلوب، لكن مش هو الفن زي ما قلت، تجريدي سريالي وهكذا، لكن كله ينطبق تحت مظلة الفن التشكيلي. بالنسبة لنا الفن المقدس يدخل كل المدارس، الإبطي، البيزنطي، أي كان فيما يستجد. هنبتدي زي ما احنا شايفين التاريخ بيقول ايه، وده مهم جدا نرجع للتاريخ مش لآرائنا المسبقة أو للثقافة السائدة. فمثلا الفن اليوناني القديم، الأيقونة بتطبع للفن اليوناني القديم، فن الشرق بما انه دخل في المنطقة بتاعت قسطنطينية اسطنبول، وبعدين هتدخل ارمينيا على سوريا، ومن سوريا على مصر وفي لبنان وهكذا. الفن الهيلينستي او بالنسبة لكم ما يتخصص في بورتريه الفيوم، واحتمال بورتريه الفيوم بيزعل البعض ان بيعتبروه مصري. فاوكي احتمال تكون في حاجات صدمه، لكن من حقك ترفض ومن حقك ترفض. الفن اليوناني الروماني بيكون اسبق فن بالنسبه للايقونات، مش الفن كعام اللي هو فن بومبي. فن بومبي في منطقه في ايطاليا في نابولي، والمفروض ده اقدم فن جدالي اللي هو ينشق منه بعدين البورتريه وينشق منه الايقونات. فعشان نرجع للتاريخ لازم نكون عارفين ايه المؤثرات اللي دخلت ووصلت لموضوع الايقونه المسيحيه. الفن المقدس بياخد منطقتين، الشرق بالنسبه لنا والهيلينستي، والاثنين كونوا مصطلح جديد مع قسطنطين ورحلة الإسكندر في البداية، طلعوا مصطلح الفن البيزنطي. الفن البيزنطي راح ناخد منه جزء بس اللي هو فن الأيقونة، لكن في فن معماري، في فن موسيقي وهكذا، هناخد الفن التصويري أو فن الأيقونة بالنسبة. فأنتج من الشرق والهيلينستي طلع هجين ثالث من الاثنين اللي هو الفن البيزنطي. يتمثل في النقطة الأولى، روما كانت عندها من القرن الأول بعض المقابر أو الدامير أو الكاتاكومبي، ده بالنسبة لنا موجود هنا. وعندنا كان مقبرة تقريبا، الآثار يفهموا أحسن مني، مقبرة الجنود الإبراهيمية، معرفش المنطقة دي إيه، دي
اللي عايز يدرس كويس يرجع لمعبرة الهنود واعملوا فيها بحث، هتلاقوا ان موضوع الايقونات داخل جدا في المنطقة. فالسراديب روما ادت بعض الرموز بيسموه فن السراديب، اللي هو فن الرموز قبل الايقونات تقريبا من القرن الاول للقرن الثالث، وابتدى بعد كده من الرابع يدخل فن التصوير اللي هو فيه الاشخاص. فاذا الشرق تمثل بالنسبة لي في السراديب اللي هي في روما كاتاكومبي، وبعدين انتج بعض الصور زي الاسماك العنب او الكروم لبعض النماذج اللي كانت في الكاتاكومبي. مهم جدا الاسماك مع الطاووس. الطاووس ربما ما يجيش وقته. الطاووس من الحاجات المعبودات او الاله بالنسبه لنا جاي من الهند، هي فكره الخلود لكن لا يمثل القيامه، عشان البعض بيقول ان القيامه هي من الطاووس. لا، هو بيمثل الخلود وجاي من الثقافات. معنا عندنا الهند وبعدين ايران او منطقه ايران فيما بعد تمثلت اكثر في الطاووس. هنشوف اعمال كتير. سراديب الموتى او الكاتاكومبي اظهرت بعض الملامح الاخرى بطول الشمس والبحر. الشمس اللي هو الطبيعه، النجوم، الكواكب، هتظهر في بعض الاعمال دي. كانت الفترة اللي هي قبل فن الأيقونات. الهيلينستي بيقول إيه؟ عندي بعض الأشكال زي شايفين. فأول مخطوطة 586 راكولا أو راكولا كما عايزين تنطق عند القمر والشمس. هنا الأربع زوايا بيمثلوا الأربع فصول السنة. فإذا تمثل في هتلاقوا في بويض الحنية أو الشرية موجود فيها فكرة الأمار أو الأبراج. النقطة الثانية، من القرن الخامس كان عندي في تلميذي بعض الأعمال، عندنا في رابينا الراع الصالح، عندنا في شورى أو كورة حسب ما تحضر اللي هي في تركيا أو اسطنبول حاليا عاملين متحف. بعض الأعمال بتقول ده تأثير هيلينستي وبيطلع في معالم تاني كتير. فبالنسبة لي في إيطاليا وفي اليونان سالونيكي تقريبا كنيسة سان ديمتروس بتديني هنا عمل الراع الصالح، وده مختلف جدا عن الراع الصالح بتاع الكاتاكومب اللي هو التمثال الشيء او بيحمل خروف على كتافه، لان ده كان متاخد من الفن الروماني واليوناني وقتها. هنا ابتدى يمثلوا العمل ده بيعتبروه بعد قسطنطين، لان ابتدى يغير له ملابس اللي هي السلطه ويبتدي يلبسه الذهبي. وهنشوف الرموز دي اكثر حسب الوقت. أنا بحاول أكون سريع. ده شورى أو فورة اللي هي في اسطنبول. دي من أفضل الأعمال في العالم، بيسموها النزول للجحيم، أو مباشرة ممكن تبسطوا الفكرة اللي هي جزء من القيامة حسب المعتقد المسيحي. اليونان ابتدت تعمل بعض الأعمال اللي هي ممكن نقول الملائكة اللي بأجنحة أو الرموز المجنحة. هتلاقوا الكلام ده في العراق الأسود، وهنا موجود بعض الأعمال اللي هي تلاقي أسد دي جناح. فكانت من الحضارات اليونان القديم، وبعدين ابتدى يصور السيد المسيح مع الفترة المبكرة اللي هي الكاتاكومب. هنا في عمل قديم جدا وبشوف كل الملاك. ده جزء من الصعود والملاكة اللي بأجنحة. تقريبا للقرن الخامس ما كانش فيه ملاك يترسم بأجنحة، كله شخص عالي
فابتدى الناس مش هتعرف تميز اذا ده ملاك ولا هو شخص، فابتدى يرسموا الاجنحه وده جاي من الكتاب المقدس. فمهم جدا نعرف ان المصدر الاول للاعمال المسيحيه او النقطه لازم يكون الكتاب المقدس. هنرجع فيما بعد نشوف ايه المصادر اللي بتلهم الكاتب الالفون. عندي اشكال اخرى ملاك المجنح، الرموز اللي هي الاربع كائنات الغير متجسده، هنا الشاروبيم، هتلاقوا في اجيا صوفيا نفس الافكار اللي هو الشاروبيم المجنح. دي الاربع كائنات الغير متجسده، هتشوف الاجنحه الاربع كائنات. انا بدي نماذج بعدين ندخل اكثر في الشرح. فكره السيد المسيح او الرع الصالح ابتدى يتغير من اللي هو حامل الخروف او ما بعد قسطنطين، ابتدى يترسم كشخص ليه لحيه، لان في الرومان القديم كان ما عندوش لحيه، كان شاب صغير الشعر قصير، وده تقريبا هتاخدوه مع الدكتوره سيلفانا تاثير اللحيه. هنا هتلاقوا شكل اللحية مختلفة عن الثانية، دي مدببة أكتر، الثانية أعرض المنطقة اللي هي على الشمال بالنسبة لكم، دي كان فكرة السيد المسيح من منطقة فلسطين أو من سوريا اللي هي حاليا منطقة الشام كلها، فده تأثير شرير. الثاني ده روماني، لأن ده في الكاتاكومبي هتلاقوا صورة السيد المسيح مختلفة شوية، ولكن كان أول بداية تصوير لشخص يبقى كأنه أشخاص مش رموز، يعني ما يتعاملش كحمل، ما يتعاملش كأفكار أخرى، لكن يكون مباشر، لأن ابتدى يكون في القرن الرابع ابتدى الاعتراف بالمسيحية، ابتدى ما عندوش خوف إنه يمثل السيد المسيح بالتصوير كأنه شخص. في معلومة أو نقطة مهمة لازم نذكرها، رغم تأثير الشعر على الأيقونة، لكن تأثير الفن اليوناني كان أكثر أو أقوى من الفن الشرقي، وده فيما بعد هتلاقوه يعني باستفاضة كبيرة بيأثر عليه. هنشوف أعمال بومباي، دي من أهم أعمال بومباي اللي هي المنطقة في نابولي. فبالنسبة لنا لو لاحظنا شوية الأشخاص كأنها أول أعمال لفن البورتريه العربي، كأنه شخص بيكلمك. المفارقات حلوة في العمل اللي هو الشمال والثانية اللي هي الشعر الطيرة أو الفكر، لكن اللي يهمني في المنطقتين التسريحة الشعر بتاعهم الصايد، النظرة العين، فكرة الظل والنور، ده اللي هتشوفوه فيما بعد في أعمال بورتريهات الفيوم. بورتريهات الفيوم أخذت درس كبير جدا من أعمال بومباي والتكنيك، وهنشوف المفروض حد النهارده جزء من فيوم، لكن هيبقى صعب شويه، هيكون في اللقاء بتاع المجموعه العمل السادس او المرات المره السادسه، اللي عايز يحضر هيكون مشرف. هنا عندنا اعمال بورتريه فيوم، وده هنشوف ازاي الطريقه او التكنيك بعد شويه اللي هي الانكوستيك والاعمال دي، لكن بنشوف العيون اللمعه بتاعت الانف، الشفايف، اللحيه، فده كله تاثير. فبيعتبر الرسامين اللي عملوا اعمال بورتريه الفيوم هم يونان 100%. يونان 100%، ده هناخده في اللقاء مع حضراتكم بالدليل بالمخطوطات بالاعمال الفنيه اللي بتذكر ان مع اسكندر الاكبر جه من الروم الفنانين ازاي وعملوا وعلموا كمان بعض الناس في هنا. بيدي مقارنه شويه بورتريه الفيوم مع ادم عمل خشب لهذه اللحظه تقريبا في القرن بكراتور او السيد المسيح بتاع سانت كاترين، يقال انه من القرن السادس تقريبا، متشابه شويه لان نفس التكنيك نفس الملامح ليها تفسير اخر، ولكن هنقول نفس الاعمال دي اللي هي لان ده العمل بتاع السيد المسيح جاي من منطقه القسطنطينيه، تم اهدائه للدير في سانت كاترين، لكن هو مش منبعه سينا او سانت كاترين. لو في اسئله ما اعرفش بتحبوا تعملوا مناقشه، ما فيش اي مشكله.
الكلمات البيزنطية عندي أنواع كثير، أنواع مش مدارس، المدارس غير المدرسة. الأنواع بتقول إيه؟ عندي أول أعمال اللي هي الجداريات، الحوائط. الجداريات هي أقدم أعمال توجدت في بومبي وتوجدت في اليونان، وبعدين دخلت في منطقة سوريا. هنشوف دورة أوروبوس، اللي يعرف دورة أوروبوس أو الصالحية فيها أعمال جدارية رائعة جدا ليها دراسة. بالنسبة لي الأعمال الجدارية اللي هي على الحوائط عندي اثنين تكنيك بيأثروا في الجداريات، لأن المصطلح ده هيقابلكم كتير في المتاحف، هقابلكم مع الدارسين. إمتى تقول فريسكو وإمتى تقول سيكو؟ ده بالإيطالي. فريسكو اللي هو لسه لين طازة، لم يجف، اللي هو العجينة أو المحارة اللي لسه محطوطة على الحائط دلوقتي ولسه لينة، ده بيسموه فريسكو، ويتم التلوين مباشرة قبل ما تجف. لكن لو جفت ما بيصلحش فيها العمل تاني، لان ده تكنيك الحيطة وهي لسه لينة. التكنيك الاخر، وده انتشر كتير في مصر لان الطبيعة مختلفة كمان، الفريسكو عايز مهارة اعلى وتكلفة فنان الفريسكو اغلى من تكلفة الفنان السيكو اللي هو على الجاف، لان ده الحيطة جافة فبيقدر يرسم ويصحح زي ما هو عايز. لكن العمل الاول او السايل الاولاني ده عايز مهارة عالية جدا، وبعدين ما بيقدرش يعمل مساحة كبيرة، بيعمل بالسكاشن جزء جزء ويبتدي يكمل. لا اما يكون في مجموعة من ورشة كبيرة كرسامين فيكونوا في نفس الوقت بس تكون نفس المهارة. وكمان نقطة جدا بيعرفوها الفنانين، اذا بعمل عمل جماعي يبقى لازم الباليتا كلها تكون في كف المجموع على ان نفس الالوان تكون واحدة. يرجع للفنان شوية. أنا بشتغل بالفريسكو ولا بشتغل؟ نعم؟ بشتغل بالفريسكو ولا بشتغل؟ لا أنا بشتغل بالتمبرا. تمبرا. حاليا الفريسكو يعني معناه جداريات صعبة مكلفة ومحدش عنده صبر، مثلا يبتدي كنيسة يسيبها 3 سنين عشان الفنان يشتغل. كل عايز يتابع بكرة فيبتدوا يفكروا في الفنان بعد بكرة، بس عايزينها باليوم السابع. ده اللي فإذا فريسكو اللي هو طازة أو لين، وسيكو اللي هو جاف. ده مهم لأن في مصر بين قوسين نادر جدا تلاقي فريسكو، يعني يجوز إن كمان ما تلاقيش فريسكو. طيب الفريسكات في مصر فين؟ بالنسبة لي ما اعرفش، هو ما حد يعرف، لكن بالنسبة لي كله سكر. كله سكر. لكن كل اللي بسمعه تقريبا من الخبراء الاثار هنا اسهل كلمة فريسكو عشان يدي لها قيمة، ان هو مش متخصص كتكنيك، هو ممكن يشرح كعمل خارجي لكن ما بيعرفش. بس حضرتك بخبرتك تقدر تقول ان ده سكر وده فريسكو؟ هنا غالبا 99 ومش عارف كام من 100 كله سكر. بالنسبة لي يعني رسالتكم هتبقى فيها مشاكل، عشان ممكن بتوع الآثار بيقولوا فريسكو أما مش ضد الأفكار الآخر، بس بالنسبة لي كتعليم في مصر ما عندناش فريسكو. طب حضرتك تقدر تحدد برضه؟ طبعا بسهولة، لو بتكسر طبعا ده صعب في الآثار. إذا وصلت الأفكار طوبة أو حجر اللون تشرب للآخر ده فريسكو. إذا الليير الأخيرة اللي هو كان القشرة يبقى ده سيكو. يبقى غالبا حضرتك لو اللوحة وقعت اللي هي أول آخر طبقة بتشوفها، فبالنسبة لنا مفيش فريسكو. في دير السوريان في ثلاثة، عارف إن حضرتك في ثلاثة ليرز، ثلاثة ليرز سيكو برضه. لا ثلاثة ليرز مش معناها ثلاثة فريسكو. أنا فاهم. أوكي. أنا أقصد بالجميع. التصويرات. هو عمل مثلا بفترض في القرن العشرين عمل ليرز. بعد شوية ناس حب يقول لك العمل ده مش حلو. عندنا فلوس أفضل أو السلطة اللي جاية عايزة تثبت وجودها فتغير. عنده فلوس ممكن عايز يصرفها. فعمل ليرز
حسب الزمن ولكن مش معناه فريسكو. ربما يتقال عندك فريسكو لأن ظرف فريسكو أسهل. مش أسهل، حيث السياحة. أنتم بالنسبة لكم عايزين ناس. طيب تيك. سوري. ده بالنسبة لي الأعمال دي فريسكو 100%. شايفين فكرة الرسام بتبقى المحارة والجراحة بيعمل بلاك يعني أو جزء بجزء ما يقدرش يشتغل دايركت لأن يعني معظم الفنانين جيدين ما بيبقاش عنده دولاب اللي هو إيه صف عمالة. يعني أنا من الأشخاص اللي ما يقدرش واحد يكمل معاه، لازم عملي يخلص لوحده تاني عايز يشتغل تاني. فأي فنان بيشتغل عشان كده ده مكلف، البصمة بتاعته كفنان مش كورشة. ده نموذج هتفتكروا بيه فكرة الفريسكو. لازم يعمل تحضير وبعدين يرسم ويكون سريع طبعا. الفريسكو مكلف يا جماعة، مكلف جدا. سكو عندنا دير سوري أو كنيسة في سوهاج مهمة جدا من الفن البيزنطي. عندنا ناس هتختلف مع انا بحب الصف. لا فن بيزنطي مش فن نفسي. اوكي؟ في اختلاف؟ انا بس ليه؟ لا لا تقول ليه؟ لو هترجع للدراسة كان يهمني ابتدي تقرير في يوم. لكن البورتريه في يوم عايز تقريبا 3 ايام عشان نوصل نقدر ندرك هذا الفن اليوناني مصري هندي. يعني لا اعتقد في نظريتي الشخصيه ناس ضعيفه الدخل تقدر تمارس فن. النقطه الثانيه لازم تكون ناس مارست الفن، تعرفوا الفن ده في اليونان او منطقه القسطنطينيه تمارس من القرن الخامس قبل الميلاد. تمارس في مصر القرن الثاني بعد او في القرن ال 15 قبل الميلاد. بقصد مصر بالظبط. اللي انا بتكلم فيه ان ده ليجاسي بتاع نقطة أصلا حضرتك انسى كلمة مصر القديم اللي في الشغل بتاعك. لأن حتى تشبيه الأيقونة بالطية بلاد مصر القديم ده عكس المفهوم 100%. ربما في المسيحيين يفضلوا ده عشان نقول احنا ورثة الفراعنة الجينات حاجة تاريخية، لكن كفن دي حاجة تختلف. يعني ده فن ليه تعرفوه عرفة اليوني لازم بروفايل والكتف الموازي، السيمتريا بتاعته تختلف عن السيمتريا بتاعت الفن اللي التكنيك بتاعه ممتاز جدا. عندنا الوان مسطحة، عندنا الوان مش مسطحة. يعني دي مدرسة مختلفة. مصر القديم كان فن عقائدي، كان فن عقائدي بس عقائدي ان الروح هترجع من خلال الشكل. ابتدى بالماسك، بعد شوية هتشوف الماسك عمله ذهبي ما عملوش خشبي. يعني دي في فلسفة كبيرة. اليونان عملوا ده بالبورتريه في فترة عمل ماسك، بس الماسك بتاعه مش هو كان الأهم. عمل البورتريه على ان يكون لوحة محمولة، لأن كان وقتها عندهم عادة إن الأكفان أو الموميا تضرب الأجساد، يعني النقطة تكون معاهم في المنازل. جه في القرن الرابع حرم بالنسبة للمسيحيين التحنيط، لأن دي عادة بالنسبة لهم سنية. لا حد شافوه. برضه عندنا آخر موميا لقيناها ديتد في السيكس سنشن، ودي موميا مسيحية. أنا أعتقد أو في وجهة نظري إن المسيحيين خلوا المسيحيين الأغنياء في اسكندرية بالذات خلوا موضوع التحنيط هذا يعني لكشوريس واي اوف لايف مثلا برستيجيك واي اوف لايف، لكن ان الاثنين برضه بيدفعوا للفل. المسيحي بيؤمن بالكتابة دي والمصري القديم بيؤمن بالكتابة. تفضل حضرتك مهتم او الباقيين اللي عايزين يجوا لقاء الدكتورين فيروز راح يكون مع المجموعه العمل او اللقاء السادس التنفيذ السادس هتفهموا ده بالتفصيل عشان ما نضيعش في مناقشات. امتى ده؟ يعني في الشهر الجاي ان شاء الله، لان في
أسرار كثير وفي تكنيك كثير وفي فكرة العقيدة. إيه الفرق بين العقيدة اليونانية والعقيدة المصرية؟ وإمتى تلاقوا مع بعض وكل واحد يتجاه بس ليه البعد الآخر. أوكي؟ السلايد السابقة يعني هو يكون ده فن بيزنطي الفن هو الفن البيزنطي هو الفن الرسمي زي ما درسنا والفن الشعبي اللي هو منه الفن القبطي يعني الفن القبطي بتاعنا في مصر بصفة عامة الفن اللي بيصدر عن الشعب في كل المجالات سواء من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث الفن اللي بيصدر عن السلطة الحاكمة هو الفن الرسمي اللي هو في الفترة البيزنطية احنا بنقول عليه الفن البيزنطي اما الفن اللي بيصدر عن الشعب في اي مكان بنسميه الفن الشعبي هو في مصر كان بيميز طبعا اللي احنا بنقول عليه الفن القبطي مما لا شك فيه ان كان التأثير في كثير من الأحيان بيجي من الفن البيزنطي للفن القبطي يعني الشعب كان بيحاول يقلد النتاج بتاع السلطة الحاكمة في الفن بتاعه زي ما احنا حتى في العصر الحديث بنشوف ده في الفنون المختلفة سواء نحت أو موزايك أو رسوم جدارية أو إلى آخره. الحاجة الثانية اللي أنا بس بعد إذنك بعمل على حضرتك يعني اسمح لي يعني إن أنا أشرف إن أنا يعني أبقى يعني ليا رأي بالنسبة لموضوع العقيدة في التحنيط يعني هو الموضوع لا شك إن كان فيه تأثير وتأثر يعني المصريين اليونانيين ما كانش عندهم عادة التحنيط يعني اليونانيين كان عندهم عادة الحرب يعني بيحرق الجثث وبيحرق سنين القرن وكده لكن لما حصل تلاقي في العصر اليوناني الروماني بدأ اليونانيين يلجأوا إلى التحنيط وده واضح عندنا في الجداريات بتاعتكم الشقافة الطقوس الجنائزية في خلط ما بين اليوناني وما بين المصري كذلك في الفترة البيزنطية مع خصوصا بعد ما ظهرت يعني اعتبر المسيحية اتخذت كدين رسمي للدولة البيزنطية فبدأت يعني يحافظوا يعني التراث او العادات القديمة في عمليات الدفن وفي عمارة المقابر استمرت المصريين ولكن بطبيعة مسيحية وبطبيعة قبطية وكان من أشهر المومياوات اللي موجودة كانت المومياء اللي هي من العصر البيزنطي اللي عليها الصليب وكانت محفوظة في المتحف اليوناني الروماني والتحنيط في رأيي الشخصي يعني أنا مش عايز أدخل في تخصص عقائدي في الديانة المسيحية ولكن رؤيتي أنا إن عملية التحنيط شيء من الأشياء اللي هي بتقدس الجسد البشري أو يعني بيختلف مثلا يعني التحنيط مثلا في رأيي أنا غير الناس في اليونانيين لما كانوا بيحرقوا الجثة وبيحفظها في أواني فأنا شايف إن فنيا وعقائديا إن هي ما كانش فيها صدام مع العادات المسيحية في مخيلتي. مبدئيا الشق الثاني بتاع التحنيط ده هناخده زي ما قلت لك سوري انا معلش لا 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 اهلا وسهلا لكن الشق الاولاني فنيا هذا المصطلح شعبي وسلطه ورسمي او رسمي ما فيش في الفن حاجه اسمها فن سلطوي وفن شعبي لاحظ اللي هو فن تلقائي فن الفطره وفن اكاديمي حضرتك عايز مصطلح دقيق كلمة شعبوي عشان اطلع من ان التكنيك ده ضعيف جدا فانسبه لناس ما عندهاش دراسة. اوكي؟ النقطة اللي ممكن تلاقي
تلاقي تكلفة على قد فلوسك حارسة، أو تجيب فنان ضعيف شوية ويرسم على قد التكلفة. فبالتالي كلمة شعبي ده مصطلح مصري بحت، لكن في الفن لو بحثت في قاموس هتلاقي في عصر المغنيين الموجودين في مصر كلمة فن الشعب وفي الكلور شعبي. لكن علميا ما فيش حاجة اسمها شعبي، وان الاثنين لازم تصرف عليهم. اذا حتى الشعب ده فبالتالي ما فيش شعبي وفي سلطان. كلمة بيزنطة يا جماعة هي دولة غنية. الفن الرسمي والفن الشعبي ده مصطلح موجود في كل المراجع. مصطلح اثري جاي. انا بتكلم على الفن المسيحي، ما تخلطوش مع الفن المصري القديم. قلت ملاحظه تنسى تحط ده على اليمين، احنا خلينا شمال. اوكي تمام. خد المصطلحات حاولوا تمشوا يعني ستيب باي ستيب، زي ما واحده واحده هتوصلوا للمفاهيم، لان عندنا موروث في المصطلحات خاطئه. فبالتالي الاندفاع سريع جدا. ليه؟ لان ما فيش تصحيح. قاعدين لهذه الفتره بين توارث، حتى هنشوف ده في الالوان بعد شويه. كلمه تمبرا فريسكو، كله يقول فريسكو، ما فيش حاجه اسمها فريسكو كده احكم عليه. ده انت النهارده بتعمل كربون 14 تقريبا عشان تدرك. بس يعني اصل احل الاحيان المشكله بشكل بسيط شويه. بس كده، لان احنا كاساميين ان احنا عندنا فن شعبي وفن رسمي، والفن الشعبي ده هو نتاج الناس العاديه جدا، والفن الرسمي هو نتاج الامبراطوريه والامبراطور وكل اللي حضر. يمكن هنا بس حضرتك ممكن تقدر تقول ان هو فن بيزنطي، يعني مجازا ان احنا ممكن نبقى موافقين على ان هو بيزنطي، او في يعني ريحة البيزنطي زي ما بيقولوا. أولا لسببين، لأن إحنا عندنا هنا حضرتك بتتكلم عن الدير الأحمر، والدير الأحمر ده كانت من الأديرة الكبيرة الموجودة في مصر، هو والدير الأبيض سانت كاترين، ولذلك لما يجي الإمبراطور يعمل الكلام ده للإمبراطورة اللي هنا، يجي هو يعمل في كنيسة رسمية، فلازم إن هو هيجيب فنان بيزنطي أو فنان من القسطنطينية علشان يجي يعمل العمل الموجود ده. فممكن إن إحنا بنقدر نقول عليها إن هي فيها ملامح الفن الشعبي، هو شكل العينين اللي سموه شمس النوزة، تسريحة الشعر والكلام ده كله، ولكن إن هي اتعملت بإيد فنان بيزنطي. ده يعني كده نبقى إحنا عملنا بالانس بين الفن والعينين، وأنا عارفة إن أنا بقول ده أنا كده مش مقتنعة. عالي من الصحة. Thank you.
معتذر انا مش سيد الدرجه بس ده وقتكم يعني مش هتطلعوا من اول نقطتين لان احنا كلنا اساتذه الناس طلبه في المقاله البورتابل او المحمول الايقونه المحموله هي مش وليده الفن النظام هي وليده القرون الاولى قبل المسيحيه وابتدت مع القرن تقريبا الاول قبل الميلاد ان يكون المتوفي يتعمل له لوحه اللي هي اتخذ منها فيما بعد في الفيوم وتكون موجوده في الفيوم. دي ليها فلسفه هنعرفها مع قرطبه الفيوم عشان ما نضيعش وقت. لكن اللي يهمني يعني ايه لوحه محموله او ايقونه محموله؟ يعني معناها خشنيه هتتمسك تقدر تلف بيها في الكنيسه. والناس اللي هي عايزه تكون دارسين اكثر الايقونه تنطبق اكثر على اللوحه الخشنيه. يعني الجداريات والجداريه ما بنقولش ايقونه. ده مصطلح صعب. الايقونات حسب علمي هي البورتال او المحمول الخشن وليها افكار. فبالنسبه لنا ده عمل هتشوفوا بعض النماذج من اعمال سانت كاترين اللي هي كانت بدايه تقريبا التاريخ السادس وهكذا. بطريقة الانكوستيك وهنشوف الانكوستيك ده في مره. اتخذت من الاسلاف اللي هي من بورتالات الفيوم بنفس التكنيك لكن مش بنفس العقيده. تختلف فكرة العقيدة عن التكنيك، أنا برسم بقلد نفس المدرسة وبعمل ستايل التكنيك لكن بفكر آخر، يعني مثلا في مصر القديم المسيح المبكر اللي بعد شوية بيختلف حسب فترة. عندي نموذج في القرون الحالية يعني من أعمال سيف فارس وهنشوف فيما بعد سيف فارس دي أعمال خشبية يعني مرسومة على الخشب واللي تبع المدرسه الكبيره اللي احنا عرفها بعد شويه. فالاعمال الخشبيه اللي هي سهله الحمل وبيبقى ليها اعياد. نقدر نقول فيما بعد هي الاعمال المحموله. في نماذج ثانيه حديثه ابتدى يختلف في التسليم. فده كله ابتدى يتعامل له زي كريم او غطاء. ده متاخد من الفن الروسي مش من الفن اليوناني او بالظبط اليوناني. ابتدى يعمل شكل الكيرف ده اللي هو هتلاقوه بعض الهياكل الهيكل اللي هو المذبح يعني الحجر هتلاقوا نفس الكيرف ده وقدام هو الكاهن دلوقتي على ان هي تركيزه للملكوت زي ما المذبح هو فيما بعد الفرس. الاعمال اللي هي الثنائيه ضفتين وفي منها ثلاثي والثلاثي كانت موجودة في قرطبة الفيوم. هتلاقوها كان ليها معنى طقسي مش فني. في المعنى المسيحي كانت فكرة الهيكل المتنقل. اللي تقدر تنفله أو مذبح العائلة في روسيا. لأن يعني في روسيا عندهم في البيت لازم يعملوا حاجة فرن للصلاة. فده بتخلص تنفله أو لسيس ممكن يسافر بيه على إن ما يكونش عنده الهيكل بتاع الكنيسة يبقى متنقل يسافر. ده بعض التفصيلات الكبيرة. عندنا نماذج للمحمول أو الأيقونات المحمولة بس يكون فيها عدة أشخاص أو عدة أعياد. ده لترجيا الناس مع الروم أكثر تعرف فكرة الأعياد بتاعة الأيقونة دي حسب خاص الروم. حطت في التكنيك أو الألوان عشان وفك اختلاط في الالوان شوية. ده بالنسبة لكم ايه؟ لا مش اللون، مش شايفين اللون ايه؟ دي الخامة البودرة الاكسيد او الطينة اللي هي اللون اللي تقدر تمسكه. يعني الازازة دي مسكة فهو اللون نفسه بيجمنت او بيجمون ماتيريال اللي هي الخامه نفسها. اوكي؟ فالبيجمنت او البيجمون الماده نفسها اللون نفسه مش درجه اللون على التصوير. الخامه الاكاسيد هنا بيسموها اكاسيد بس الاكاسيد ده يعني مصطلح يختلف شويه عن البيجمون. الالوان دي طبيعيه
بتاخذ من الجبال، بعدين ابتدى يضيف الوان مش موجوده في الصخور، ابتدى ياخذ من الصدف المحار وفي من بعض المعادن، فحسب ندره القطع اللي بتيجي منها اللون بيكون غالي، فبالنسبه لهم كان اغلى لون الاجوان المارون، فعشان كده كانوا يلبسوا الملوك تقريبا نفس لون الكراسي ده عندكم الصبح هنا فيها. ودي البوينت بتاعت اللون ده هو تكلفه عشان اللون غالي جدا جدا، لان زي ما قلت فن بيصرف عليه فتقدر تدفع، لكن تقدر تخلي فنان عنده مهاره يشتغل بيه، فنان ما عندوش مهاره يشتغل بيه. الفكره ما فيش شعبوي وما فيش يعني الفلوس هي اللي بتلعب مش السلطه. اوكي، فالبيكمونا هو الماتيريال او الخامه اللي هي قبل التلوين. الالوان دي طبيعيه بتيجي من غفران. عندي الانكوستيك اللي هو يمكن تعرفوه شكلا، فكره التضاريس يعني المكعبات اللي هي كانه شم، لكن عندي اكثر من طريقه. ده اندثر من بعد القرن الثاني، من قبل الثاني كان موجود من القرن الثالث قبل الميلاد، مش وليد بورتريه في روم، ولكن كان في روما يشتغلوا وفي اليونان اغلب الناس اشتغلوا بالاندوستيك. فعنده طريقتين شمع، يا اما في ساخن او بارد. ده ليه تكنيك كشغل الفنان وده ليه تكنيك. طبعا السخن ده لو برد هيبرد يبقى الفنان ما عرفش يشكل دي. فاذا تكنيك السخن يعتبر زي الفريسكو مكلف. البارد اسهل شويه لان بتشتغل على البارد، فعندك امكانيه التسييع والتشديد في الوقت. بالنسبه لي لهذه اللحظه فكره المختار ده اللي هو الانجوستين. فعندي مدرستين بارد او ساخن، واحيانا يضاف عليه مصطلح جديد تمبرا وقسط. كان الناس فاكره التمبرا منزعه يعني المختلفين، لا ده تكمله. التمبرا هي البيجمون الخامه اللي احنا شفناها من شويه، لكن الوصيف اللي يخليها تمسك على الورق على القماش على الحائط اللي هو يخليه يلزق ببساطه، كانه الغراء كان هو صفار البيت. بنور في الابحاث المصريه لهذه اللحظه اول واحد مخطئ واخر واحد مخطئ بيكتب زلال البيت اللي هو الابيض، او عمل بداع عمره ما هيشتغل، فارجوكم ما تسرقوش ابحاث بعض. نقطه من اول السطح مع صفار البيت الابيض ده هيتشال بعد اسبوع كانه سيراميك يعني فاسد. فاذا لازم يكون البيجمنت اللي هو الخامه الاكسيد الالوان مع صفار البيض، وبتضاف له خل. الخل هنا عشان اللون ما يعفنش، لان بعد شويه لو حضرتك عملت تمبرا بدون الخل بعد ساعه النمله هياكل اللوحه بتاعتك، هتلاقيها قصر حديث. فالنقطه الثالثه مهمه جدا، لو لاحظنا الالوان دي كلها غير صناعيه ما فيهاش تدخل بشري، فبالتالي هي الوان الهيه من صنع الله لم يتدخل فيها بشر، فبالتالي تستخدم في فكره العقائد سواء المصري القديم استخدم ده، سواء اليونانيين، سواء الناس المفروض حاليا بتستخدمه. ممكن يكون في غش فني يقترف ويقول لك ده تنفع عشان تدفع، لكن فتره ثانيه مفروض جامد يعني. لو حضرتك بتدفع والفنان عنده امانه نقطه، ويعرف يستخدم الالوان دي نقطه ثانيه، لكن اذا بالغش ده مشكله المطلق، ده موجود وده موجود. لكن لو هيشتغل في التمبرا معناها التكلفه غاليه. هو الواجب ان هو يشتغل لازم
قانونيا حسب الكنيسة لازم يشتغل بالخلطة دي بالبلد دي. يروح اليونان هيشوف ده في الباترينا النموذج ده حطينه كده ازاز يعني زي باكس هتلاقوا فيه الالوان العينات بتاعته هنا بتاخد البيضه بتبتدي تنزل الجمال اللي هو الابيض بياخد المح اللغه العربيه اللي هو الصفار بيبتدي لحد ما يفصل الابيض منه المصفات بس بعد شوية هتلاقي الكتلة دي عاملة زي الجنين لازم تاخد الغشاء ان هي مسلبنة كده يعني ليها كبر فلازم تعملوا تبوس خفيف جدا او شكة ويتسحب كأنه خيط لو اختلط ده بيقل قيمة افتراضية عمر الايفون هذا عايزة مهارة ان حضرتك تسحب الغشاء ده كأنه خيط يفضل الأصفر ده فقط وتخلطه بعد كده مع تخففه بالمية وتعمله بالسمون الخارج وتبتدي بلون فإذا عرفنا التمبرا وفيجمنت فريسكو والسيت يعني دول أكثر حاجات بالنسبة للناس المتخصصة في الأسعار دايما تتكلم وكلنا على ما فريش مو زي ومعنا فنان مهم أخرمان فنان مزيك فهو فكرة المزيك عايز أقول بدايتها التاريخية كانت الأرض البلاط يعني يشتغلوا بيها في الطرق كانوا زي البلاط بس أرقى شوية بعد شوية عملوا الأفاليس تكونات نباتية على الجدران في باريس بعد زي الإقلاع ده احنا بنقدر نشكل بيها الوجوه والأجسام هتلاقوها في إيطاليا بس ده حيث يوجد فريسكو آسف موزيك معناه المكان ده غالي ليه؟ لأن التكلفة العمل ده غالي مش كل الناس هتقدر عليه فابتدوا يتجهوا للتمبرا أرخص الموزيك أصله إيطالي يوناني سوري روماني مظبوط هتلاقيه في منطقة اسمها توسكانا في ايطاليا المنطقة اللي هي فيها سيشيليا والمناطق دي ده كانت البداية لكن القسطنطينية موجودة منها عندك فينا الأردن بيترا والأماكن دي موجودة بس الأصل كان أرض هتمشي عليه بعدين قال لك نشكل بعدين عملوا حاجة اللي تختلف في الأيقونات بيعمل حاجات زجاجية أضافها للحجر لأن ده كان حجر بالسيراميك النهارده بيعملوا سيراميك يعني كسر السيراميك لا ده كان حجر طبيعي وابتدى يعمل باك جراوند الخلفية اللاندسكيب اللي ورا أي شخصية لونها أصفر هي زجاجية بتحط ورق ذهب تحتها ليه يسقط الضوء عليها فتدي ريفليكت أو الانعكاس على إن ده لون سماوي لما الايقونات كلها محموله حاليا اذا خشبيه لازم اصفر اذا بورتريه شخصي مش موضوع يعني ما فيهوش جبال ما فيهوش اماكن هتلاقي الباك جراوند الخلفيه بتاعته اصفر لا اما ذهب او الوان اخرى الاصفر يعني ده عمل في الموزايك على انه يكون زجاج شفاف وتحته ورق الذهب لو دخل الشمس هيدي انعكاس فظيع جدا تعرف المكان كله نور. نور. إذا كانت فلسفة يعني عايز أقول لك حيث توجد حضرة الله في المكان المقدس. دي فلسفة مش حب إن الدنيا تسمع. إلا أحضان طبيعي. دي عملها هذه صوفيا. طبعا فيها مهارة جدا ما تقدموش اليوم بالأمس النهارده مطلوب أحسن. ده شغل حديث جدا السنين اللي احنا فيها بيكون ده كسر حجر غير الموجود في مصر هتلاقوه في المنطقة الشرقية والمنطقة الشرقية حجارة صغيرة جدا وليها الكسارة بتاعتها مختلفة عنها بيمشي نفس تكنيك التمبرا هتلاقي الحواف
في المخطوطة أخطوطة كان محطوط يعمل فيه صور مرسومة أحيانا يكون فيها تزييد أحيانا يكون فيها خطوط.